توصل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الجديد إلى خلاصة تفيد أن قضاة جدو قد عرضوا على النيابة العامة لدى المجلس ما عدده 14 ملفا ذو صبغة جنائية خلال سنة 2018، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الملفات هناك 8 ملفات حيلت عليها من لدن ممثلي النيابة العامة لدى المجالس الجهوية للحسابات، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية. وأوضح مجلس جوتو في تقرير ذاته أنه طبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة خلال الفترة ذاتها 8 ملفات تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية إلى الوكيل العام للمالك لدى محكمة النقد بصفته رئيسا للنيابة العامة، وذلك لغاية اتخاذ المتعين بشأنها، يبرز المجلس الأعلى للحسابات. هذا الأخير أشار في تقريره إلى أن المجلس قد اتخذ 6 مقررات تقضي بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص الملفات الأخرى المتبقية، وذلك بسبب عدم كفاية الإثباتات والحجج الضرورية لإثارة هذه الدعوى بشأنها.